المقابلة عرفنا تكون جد صعبة، ما عرفناش نجي نقوموا وهذه المقابلة نجي رد الدفاع الحزنجي اللي فريق كبير. جرينا كان عندنا مقابلة مقابلات في هذا الأسبوع الفارط، جرينا واحد المقابلة يوم الخميس اللي كنا لعبنا أون فيريتي نميريك، وبدلنا واحد مجهود كبير بدني هذا اللي قال لحد الساعة. And the first 45 minutes we be the best, have the control the game, have the three opportunity, have one ball of the post, we want to score and we know it's important. 45 minutes we score and after second half we give initiative from Jadida, but Jadida don't have opportunity because only we have two opportunity to score 2-0 and to finish the game. But it's big game with one big team. It's not easy. I think not too much team come here and win Jadida here at home. بالنسبة للجولة الأولى كانت كنا متحكمين في الإيقاع ديال المباراة، خلقنا فرص، ثلاث فرص ضربنا عريضة. بالنسبة للفريق الجديد كيتعتبروا فريق جد عنيد، ماشي من السهل أي فريق يجي للجديدة ويربح. And Jadida have initiative but not have the chance. And you see we change some player because of the Tuesday three player start of the bench because it's too much tired and the new players correspondent because we have a very good player 22 23 players and not problem A B C go out come A B C is correspondent. And also one congratulation for our fans who come to today to help to win this game. بالنسبة لك قال لك الجولة الأولى احنا حاولنا كيفاش ندبروا المباراة، ربما كنعرفوا المعطى ديال لافريشور ديال فيزيك ما كانش عندنا بزاف، وكان جميع اللاعبين هو ما عندوش بحال البرمي شوا لو ديزيان شوا كل اللاعبين سواسية، وكان المعطى ديال لافريشور عرفناش كيفاش نجيروا هذا الفاكتور ديال لافريشور فيزيك، عرفنا كيفاش ندبروا الأمور ديالنا. الحمد لله هو النتيجة وكيشكر الجماهير على المساندة والدعم ديالها والحضور ديالها.